في خطوة لتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة، بدأت أول شركة عربية يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بتنفيذ مشروع للألبسة في لواء الحسا شمال محافظة الطفيلة. رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وضع حجر الأساس لمشروع الخط الإنتاجي لشركة جرش لصناعة الملابس والأزياء في لواء الحسا شمال محافظة الطفيلة كأحد مشاريع الاستثمار الصيني بالمملكة. وجاء هذا الاستثمار الذي سيوفر في المرحلة الأولى 500 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي ضمن مشاريع الخارطة الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار، حيث تقدر الكلفة الإجمالية لتمويل الفرع الإنتاجي بنحو 2 مليون دينار. هذا حجر أساس رئيسي في دولة الإنتاج، فهو في منطقة تحتاج إلى فرص عمل، شبابها عاطلين عن العمل، شاباتها عاطلين عن العمل. هذا المصنع سيوفر 500 فرصة عمل وسيكون به حضانة نموذجية ومركز شبابي. Yes, initially we will employ 500 workers and finally we'll be up to 1000 workers. And also we will choose a specific product that can fit in the workmanship of the people here. Yes, we received very good support from the Jordan government in building the factories and also certain subsidies on the workers' salaries. And so that it will ease up our initial cost of running the factory. And I believe with the help, the factory workers can benefit, the factory owner can benefit, yeah. And eventually the Jordanian government will benefit.